سعد الله صباحكم. استعدادات الجروب اليوم في مغامرات وأكشن، في لعبة بينت بول ومشي في وسط النهر، وهذه أول المغامرات، مغامرات سفاري في بلدة سفرانبلو، وهذا الفريق وهذه الجيوب. اسم الفريق كاردوف، اللي راح ياخذنا بجولة السفاري. على السفاري هذه سيارة 4x4 جاهزين. جو 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 جو. أعضاء جروب سفاري بين غابات سفرانبلو. وقفنا الجيوب هنا وراح نكمل مشي ونطلع تبة مطلة على سفرانبلو وكرابوك. يلا الدباب هذا الجيوب هنا ما شاء الله. نمشي بين الأشجار. ما شاء الله، خلينا نشوف إطلالة. ما شاء الله تبارك الله. مالك المنطقة ذي اسمها كاردوف، والقمة اسمها سييرا تبسي. أمامنا سفران. إطلالة جميلة على بلدة الزعفران سفرانبلو، مشهورة بزراعة الزعفران. هذه بحيرة مصطنعينها بسبب معين، إذا شبت حريقة في أحد الغابات يجون يأخذون موية من هنا ويطفونها. يمكن ألا هنشوف حولك. لا ما في بس. غوردن بيلو. وقفنا هنا عند مجرى النهر وسط الغابة. الله يستر لا نطيح. ما شاء الله تشوفون ابو فهد. ابو فهد كيف الاجواء عندك؟
ابداع ابداع يا برو طلال. والله الحجار بدأت ترجع علينا. في الطريق حصلنا هالخنزير الخايس ميت وتنتشر في الغابة هذه الخنازير البرية. الآن احنا في تبة بلدة يانجة. هذه بلدة يانجة. هذه التبة عبارة عن مساحتها 70,000 متر. هذه هي طلالة التبة، راح تكون عبارة عن 30 كوخ، كلها مطاعم ومقاهي وملاعب. راح ينتهون من المشروع تقريبا 2017. هذه التبة شغالين. الآن جاء وقت الغداء في وادي سكر، شكر وادي. شمشي مسميه شمشي التركي. ما شاء الله تبارك الله. الآن جاء دور مغامرة رقم 2 بلعبة بنت بول. الشباب جاهزين؟ الشباب تجهزون للعبة بنت بول؟ البنت بول لعبة عسكرية محاكاة للحروب، يسلمونك. اللعبة حلوة وجميلة بس تنفع فقط للكبار، لأنه إصابات الطلقات تكون لها أثر في الجسم. ركبنا الخيل وقاعدين نتجول في الغابة مع هالمنظر الجميل. الله يرزقنا الجنة ويرزقكم، قولوا آمين. وشبيت ناري لو سمى الكون قاسي. صح لسانك. الله الله صح لسانك صح لسانك صح.
جربنا رحلة سفاري ممتعة والله جميلة، بس تنفع للشباب أغلب شيء، أما عوايد يوك يوك. ويخوينا في الرحلة مرافقنا حبيبنا القناص عادل، كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. شو أخبارك؟ والله سعدنا بشوفتك. والله يشرفني مرافقتك. الله يسعدك. كيف الرحله اخوي عادل؟ والله جيده، وانا كرهت شوي نوعا ما مرهقه، بس الاماكن جيده وشافمانيه شوي ارتفاع حراره. احط لكم حساب حبيبنا عادل، ولا اوصيكم تابعوه، مهتم بانطاليا وضواحيها في السياحه. الآن إحنا متواجدين في وسط بلدة صفران بلو، وهذا السوق الشعبي لها. راح نشوف محل مختص بالزعفران. كل الموجود هنا بالزعفران. ماجد خفي كويس. لا أبا بكت. بكت. هذا زعفران قيمته بعشرين ليرة. كم بالسعودي برغد هذا؟ تقريبا 23 24 25 ريال. هذه جلسات شعبية. هذا أحد المقاهي الشعبية الموجودة في بلدة صفران بلو. المقهى للتاريخ خلفه. مقهى تاريخي عثماني بحت. الله ما شاء الله. هذا اللي دخلت في اليونسكو. هو صفران. بولو اي في جي بي زين. هذا شاي الزعفران تشربه في مدينة الزعفران صفران بولو، طبعا يخلط مع العسل. السلام. حل الشاي. وهذا الزعفران ظاهر في الصورة، شاهي مع ليمون مع زعفران. هذا الشاهي تشربه فقط في صفران بولو. وهنا يزبط لكم قهوة تركي على الجمر. ما شاء الله. كل شيء شعبي فيه موجود. حتى شكل السوق مرة جميل. أكثر ما عجبني في السوق الشعبي ذا شكل المحلات صغيرة وكذا، تنفع للأسر المنتجة عندنا والله.